الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم، بمصابنا بسيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. الله سبحانه وتعالى بعث في كل عصر في كل زمن رسولا أو رسلا أحيانا، هم خيرة خلق الله في عصورهم، وبعث أحدهم هو خيرة خلق الله جميعا، أشرف الأنبياء، أعظم الرسل. هذا النبي الأعظم نعلم هو خاتم الأنبياء، ولكن هناك آية قرآنية لها دلالة أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هو المعيار في هذا الترتيب؟ منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. طبعا هؤلاء الخمسة نعلم هم أولو العزم. الترتيب هذا بأي معيار؟ البعض يقول الترتيب ترتيب أفضلية، أول شيء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أفضلهم. لعل هذا الكلام غير صحيح. إن كان الترتيب ترتيب أفضلية، فلماذا قدم نوحا على إبراهيم مع أن إبراهيم أفضل من نوح؟
بل لعله حتى موسى وعيسى أيضا أفضل من نوح. إذن لعله الترتيب ليس ترتيبا في الأفضلية، بل هو ترتيب زمني. نوح كان قبل إبراهيم، إبراهيم كان قبل موسى، موسى كان قبل عيسى ابن مريم. إذن لماذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأنه قبلهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله في الحقيقة في الواقع كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. رسول الله هو الأول، نعم في العالم الجسماني هو خاتمهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله، وإلا أول الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وآله. من اللطيف في هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى ميز رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا: منك ومن نوح ومن إبراهيم، لا وإبراهيم، ومن موسى، لا وموسى، ومن عيسى، لا وعيسى ابن مريم. فرز بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أولئك الأربع بتكرار حرف الجر من، وما فرز بينهم بهذا التكرار، ما قال منك، كان ممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا في اللغة العربية صحيح ليس خطأ، أن يقول منك ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، يعني ما يكرر حرف الجر من، كان ممكن أن يكرر حرف الجر في كل مرة، منك ومن نوح ومن إبراهيم ومن موسى ومن عيسى بن مريم، هذا أيضا كان ممكن. لا، الله سبحانه وتعالى فرز رسول الله صلى الله عليه وآله منك، أنت لك استثناء، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء كلهم مع وجود درجات بينهم ولكن كلهم إجمالا مع بعض رسول الله مميز. يعني ماذا رسول الله مميز؟ إن كان التميز في الأفضلية، الأفضلية موجودة أيضا بينهم، إبراهيم أفضل من نوح، إبراهيم لعله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل من جميع الأنبياء، أفضلية موجودة، لماذا هذا التمييز؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله شيء آخر، الأفضلية بين الأنبياء درجات، ولكن بين رسول الله وبين سائر الأنبياء وسائر الرسل وحتى سائر أولي العزم الأفضلية ليست أفضلية بدرجة وعشر درجات ومئة درجة، لا، أصلا رسول الله شيء ثاني، أفضلية ثانية، خلقته أصلا خلقة ثانية. ومن الملاحظ أيضا في هذه الآية المباركة، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وللعزم ميثاقهم ميثاق غليظ، ميثاق ثاني شديد، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منكم، لماذا منهم؟ منك إذا شخص من بين الأشخاص مخاطب ونريد أن نصدر حكما لهؤلاء نقول منكم، أقول أنا تعاملت معك ومع فلان ومع فلان ومع فلان وكلكم، ما أقول وكلهم، وكلكم معاملتكم حسنة مثلا. منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يا رسول الله أنت شيء ثاني أصلا، منهم يعني غير رسول الله،
ما صار منكم، يتبين أنه منك هذا شيء ثاني أصلا. أنت يا رسول الله حسابك حساب ثاني، الميثاق الذي أخذ منك ميثاق ثاني، أصلا شيء آخر، مخلوق آخر، مخلوق مميز. صحيح نقول هو أفضل الأنبياء، هو أشرف الرسل، هو أعظم الخلائق، ولكن شيء آخر، أعظم أعظم، ولكن هو استثناء، هو شيء ثاني، رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأشرف، هذا الأعظم، هذا الأفضل، بالفاصل الكبير في هذه الأشرفية والأفضلية والأعظمية. لا أريد أن أذكر لكم مصائب، ولكن حقيقة شيء غريب، هذا الرسول الأرفق بهم، هذا الرسول فبما رحمة من الله لنت لهم، لين غير كل البشر، عاطف غير عاطف كل البشر، رأفة غير رأفة كل البشر، رحمة غير رحمة كل البشر. كيف تعاملوا معه؟ حقا شيء غريب غريب غريب. أولا إيذاؤهم له في حياته، الله أكبر، عجيب، يعني حقا عجيب. العداوة لها حدود، العداوة تذوب مع هذا اللين الذي كان في رسول الله، مع هذه الأخلاق التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله. لا، بقيت عداوة، ليست عداوة عادية، أشد عداوة من بين تاريخ في تاريخ الأنبياء كلهم، هكذا عداوة كانت. بعضهم جهل، أي جهل هذا؟ تعاملهم مع رسول الله هذا التعامل القاسي، هذا التعامل لا أقول القليل الأدب، التعامل اللا أدب. أنا لا أتعامل مع إنسان عادي هكذا تعامل. هؤلاء تعاملوا مع سيد الأولين والآخرين، مع هذا المخلوق الاستثنائي الذي هو مفرز من بين كل الخلائق، من بين كل الأنبياء والرسل، تعامل قليل الأدب. هذا ليس قليل الأدب، هذا بدون أدب، هذا أدنى مستوى. إيذاء له، جرح مشاعره من قبل من؟ كلهم تقريبا في بيته يغضبوا، في المسجد أذية، على المنبر يؤذوه، في حروبه أذية، ليست أذية، تعذيب. في ساعاته الأخيرة، والعياذ بالله والعياذ بالله، إن الرجل لا يهجر، الله أكبر. أذية في حياته، ما أذي نبي مثل ما أذيت، الأنبياء الذين أوذوا ما أوذوا، لا، الأذية لي كانت أذية ثانية. ثانيا، بالله عليكم، هذا هكذا رسول يقتل، يدس له السم؟ الله يقول أفإن مات أو قتل، مرة وقفت عند هذه الكلمة أو قتل، أو يعني ماذا؟ الله عز وجل لا يتردد، التردد معناه عدم العلم، الله عز وجل عالم بكل شيء. أو في القرآن الكريم يعني بل، هذا إضراب، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، وآيات قرآنية أخرى. أفإن مات أو قتل، قتل رسول الله، هكذا رسول يقتل؟
لماذا قتلتموه؟ ماذا صنع بكم؟ أذاكم في يوم كم وكم ترككم ما عاتبكم في أخطائكم لا في جرائمكم. جرائم، أنا لا أقول جرائم، القرآن الكريم يلعن في بعض أفعالهم، مع ذلك غض الطرف عنكم ترككم حتى في كثير منها حتى ما عاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قتلتوه؟ في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إنه ما قتلتا. رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد. أنقل لكم معلومة يعني يكاد الإنسان أن لا يصدقها، معلومة جدا عجيبة. رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد، كيف كان الناس يصلون على رسول الله؟ طبعا هناك صلاة خاصة صلى بها على رسول الله صلى الله عليه وآله، هي الصلاة الحقيقية. رسول الله حي طبعا، ولكن بالنتيجة صلاة تصلى على من ظاهره أنه توفي، من الناحية الظاهرية انتقل من هذا العالم إلى عالم البرزخ، هذه الصلاة يلزم أن تصلى. كيف صلي على رسول الله؟ الصلاة الحقيقية صلاها أمير المؤمنين ومعه ستة من أهل بيته وأصحابه، من هم؟ فاطمة الزهراء، الإمام الحسن المجتبى، الإمام سيد الشهداء، سلمان، أبو ذر، المقداد، فقط وفقط، يعني هؤلاء السبعة، أمير المؤمنين وهؤلاء الستة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة بطريقة خاصة في بعض الروايات الشريفة بسبع تكبيرات. طبعا الصلاة بسبع تكبيرات هذه كانت خاصة لرسول الله ولأمير المؤمنين، وبعد ذلك هكذا صلاة حرام إلا على حفيدهم الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء. هكذا صلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومن معه صلوات الله عليه. ثم بعد ذلك صار القرار أن يصلي المسلمون على رسول الله. كيف كانت صلاة المسلمين؟ تعلمون كان يدخل مجموعة مجموعة، في بعض الأخبار 10-10، في بعض الأخبار 20-20، كانوا يدخلون يقرؤون هذه الآية. فقط صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله كانت بقراءة هذه الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني كم الوقت الذي كانت تستغرق الصلاة على رسول الله؟ نصف دقيقة لعله أقل. يدخلون يقرؤون هذه الآية المباركة، هذه الآية كم تأخذ من الوقت؟ نصف دقيقة، لا قل دقيقة. تعلمون المعلومة التي أريد أن أقولها لكم ما هي؟ الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يقول: ولقد فات أكثرهم الصلاة عليه. الله أكبر، لا يقول كثيرهم، أكثرهم. ما أتعب نفسه نصف دقيقة يدخل يصلي على رسول الله. هذا ليس بعد أسبوع من استشهاده، اليوم اليوم استشهد. الإمام صلى عليه مع من معه صلوات الله عليه أجمعين، ثم فسح المجال. تعالوا يعني لو إنسان عادي عادي، لا أقول عادي، أدنى الناس كمستوى، من حوله يحنون إليه على الأقل يوم، يحترمونه على الأقل يوم. يا أخي صلاة نصف دقيقة،
فات أكثرهم الصلاة عليه. يعني ما أدري أسميها مظلومية، هذه كلمة ثانية أصلا تحتاج. هذا الرسول صاحب الحق الأعظم عليكم أنتم على كل الخلق، أنتم بالخصوص كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل. ماديا، معنويا، روحيا، نفسيا، امميا، اي جهه تحسب رسول الله كم هو حق، كم حقه عظيم عليهم، على هؤلاء بالذات. هذا تعامله. النقطه الثالثه والاخيره، كل انسان يخفف عليه بعض مصيبته عند الموت إذا رأى أن الناس التفوا حول أهله، يرعون أهله وأحبابه. من بين المعصومين 14، اثنان منهم استشهدا وعيناهما شاخصة على أهل بيتهم، رسول الله والإمام سيد الشهداء، لأنهما كانا يعلمان أنه بعد استشهادهما فورا سينقلب، سيعذب الناس أهل بيتهما. هذا خاص برسول الله والإمام سيد الشهداء، جدا صعب. على الأقل أموت وأنا مرتاح، مرتاح من جهة أهل بيتي، من جهة أحبابي. رسول الله استشهد وهذه الراحة ما كانت، كان يعلم أنه سرعان ما ينقلب. إخواني، رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد في يوم الاثنين، في ليلة الأربعاء دفن، يعني أقل من يومين، يوم ونصف. قبل دفن النبي هجموا على داره. الله أكبر. هو رسول الله أخبر، كان يعلم، يعلم بكل شيء. النبي صلى الله عليه وآله في رواية عنده عبارة جدا مؤلمة، في حديث مفصل يقول صلى الله عليه وآله: عندما نظرت إلى فاطمة، مضمون الرواية الشريفة، ذكرت ما يجري عليها وما يدخل من الذل على بيتها. النبي يسمي ذلك ذلا. الله أكبر. هذه مظلوميته. انتهت؟ لا، استمرت يوما بعد يوم إلى الأسوأ، حتى وصل إلى فاجعة عاشوراء. فاجعة عاشوراء، من المعذب؟ هو رسول الله، الإمام الصادق يقول صلوات الله عليه. أم سلمة تنقل رواية مشهورة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله شاحباً. تعلم شاحب يعني ماذا؟ يعني الإنسان عندما يهزل، الإنسان عندما ينكسر ظهره، يضعف،
أم سلمة تقول رأيت رسول الله شاحبا كئيبا أشعثا مغبرا. يا رسول الله ما بك؟ قال الآن قتل الحسين. انتهت مظلومية رسول الله؟ لا، بعد عاشوراء انتهت مصيبة رسول الله، مظلومية رسول الله صلى الله عليه وآله ما انتهت. إلى يومنا هذا رسول الله مظلوم أم لا؟ كم من التهم توجه من قبل من يسمي نفسه مسلما إلى رسول الله إلى يومنا هذا؟ في الكتب يكتبون، في الأعلام يذكرون. مظلومية لن تنتهي إلى يوم ظهور حفيده. الذي ينتقم بعض الانتقام ممن أسس الظلم على رسول الله وعلى أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه. أحد الفقهاء، أرجع تقليد كبير مشهور، شاعر، يقول ثلاثة تعلمون من هم؟ ثلاثة حملت ظهورهم وزر البرايا، ثلاثة حملت ظهورهم وزر البرايا فبئس ما يزرون. تعلمون التأريخ؟ التأريخ يعني عدد معين يجعل مع عبارة معينة بحروف الأبجد تعادل نفس العدد. ثلاثة حملت ظهورهم وزر البرايا فبئس ما يزرون. أرخ، هذا يسمى تأريخ، أرخ أسماءهم معذبهم إنا من المجرمين منتقمون. احسب أسماءهم أولئك الثلاثة واحسب هذا بحروف الأبجد واحسب هذه الآية المباركة إنا من المجرمين منتقمون نفس العدد. طبعا هذه القضايا المرتبطة بحروف الأبجد أكثرها لطائف ليست أدلة، ولكن من المجرم مثل هؤلاء؟ إنا من المجرمين منتقمون، أول مصداق هؤلاء. نعم، سيأتي من ينتقم لرسول الله ولأهل البيت من أعدائهم. طبعا سينتقم بعض الانتقام، الدنيا لا يمكن أن ينتقم فيها من أولئك، الانتقام الحقيقي في يوم القيامة. عظم الله أجوركم بمصابكم بسيدنا ومولانا سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله، بمظلومية رسول الله، بآلام قلب رسول الله، أن يعجل فرج المنتقم له من أعدائه المهدي من آل محمد. وأن يجعلنا من خيرة أنصاره ومن خيرة مطيعيه ومن خيرة أصحابه والذابين عنه، وأن لا يفرق بيننا وبين رسول الله وأهل بيته طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.